فالآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. وزميلة رغدة أبو ليلى، إليك رغدة. شكرا لكم دينا فكري وإيمان منصور. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. ذكرت وزارة البترول أنه يتم حاليا ربط منظومة التكرير في شبكة موحدة من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول تدار رقميا. وخلال انعقاد الجمعيات العامة لشركة القطاع العام العامرية والإسكندرية للتكرير والبتروكيماويات المصرية، لفت وزير البترول طارق الملا إلى أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات التوسعية بالشركات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة ووضعها على الإنتاج لتقليل كميات الاستيراد وتعظيم الفوائد التي يتم تصديرها. ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي بنحو 35% لتسجل 1.44 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2021. وأشار المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى أن صادرات شهر يونيو 2022 حققت زيادة بنسبة 21% لتسجل 244 مليون دولار مقابل 201 مليون دولار في يونيو 2021. وأضاف المجلس أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في مقدمة الدول المستوردة من مصر بما قيمته 820 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2022، وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.167 من ألف مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 9763 نقطة مرتفعا بنسبة 93% ليغلق عند مستوى 9854 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 2114 نقطة مرتفعا بنسبة 92% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة. وفتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 3036 نقطة ليرتفع بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 3109 نقاط. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.37 جنيها للشراء و 19.44 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 19.34 الجنيه الاسترليني 22.3 22.14. الدرهم الإماراتي 25.25. أخيرا الريال السعودي 5.15. في أسواق المعادن النفيسة، تراجع سعر الذهب تحت وطأة صعود الدولار ليصل إلى 1661 دولارا للأوقية. محليا، وصل عيار 18 إلى 957 جنيها للجرام، عيار 21 وصل إلى 1116 جنيها، وعيار 24 وصل إلى 1276 جنيها للجرام. أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8928 جنيها. أنهت أسواق الخليج التعاملات على تراجع وسط مخاوف من أن البنوك المركزية حول العالم سترفع مجددا تكلفة الاقتراض لكبح التضخم المرتفع هذا الأسبوع، بما يشمل احتمالات رفع حاد للغاية لأسعار الفائدة بالولايات المتحدة.
وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 1.1% مواصلا خسائره للجلسة الثانية على التوالي. وخسر المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.4%، كذلك تراجع مؤشر أبو ظبي 1%. أما في قطر فقد تراجع المؤشر الرئيسي 1.7% مع هبوط أغلب الأسهم على المؤشر. كما هبط المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 0.7%. في المقابل ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة عمان بنسبة 1.1%. يترقب المستثمرون حول العالم قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة التي يتوقع أن تكون أكثر تشدداً. تواصل تراجع البورصات العالمية يزداد الطريق صعوبة على المستثمرين الذين ينتظرهم اجتماع آخر للفيدرالي الأمريكي يتضمن سياسة نقدية من قبل أهم بنك مركزي في العالم. الاجتماع الذي يعقد الأربعاء المقبل يأتي بالتزامن مع ما يعد تاريخيا أسوأ شهر لعائدات سوق الأسهم الأمريكية، ويتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم الأعلى من المتوقع في أغسطس. في البورصة الأكبر في العالم في وول ستريت الأمريكية، مثل الشهر الجاري أضعف أداء شهري لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 منذ خمسينيات القرن الماضي، وذلك بعد هبوطه بأكثر من 2%. ويستعد المتداولون الآن في وول ستريت لرفع آخر في الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى ما بين 3% و3.25%، ووصولا إلى 4% في نهاية 2022. وتاريخيا يعد النصف الأخير من شهر سبتمبر أحد أصعب الفترات لسوق الأسهم، حيث انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في المتوسط بنسبة 75% في الجزء الثاني من الشهر، لكن النسبة وصلت هذا العام إلى أبعد من ذلك بكثير. كان مسح لبنك أوف أمريكا أظهر أن المستثمرين يفرون من الأسهم فرارا جماعيا جراء شبح الركود، حيث تقف المخصصات للأسهم عند مستويات متدنية قياسية وسط معنويات متشائمة للغاية. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى دينا وإيمان، إليكم. شكرا لك يا رغدة.